وانا خالد، قبل 2016 ما كانش عندنا التكنولوجيا الحديثه الخاصه بالبيوت الزراعيه العملاقه زي اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. واحنا بنخطط للحلم رحنا لاحدث التكنولوجيات الموجوده، عملنا ايه؟ احنا فنانين، ابتدينا من حيث انتهى الاخرون، بحيث ان احنا مش هنخترق العجله، احنا خدنا احدث تكنولوجيا موجوده في اسبانيا وابتدينا بيها مشروعنا هنا. يعني منطقه الخدمه اللي احنا موجودين فيها دي يا فندم، منطقه خدمه في القطاع الاسباني. القطاع الاسباني اصلا بيتكون من 60 بيت زراعي عالي متوسط التكنولوجيا زي اللي احنا واقفين فيه دلوقتي، 40 بيت زراعي عالي التكنولوجيا، زائد 16 بيت زراعي شبكي. الشبكي ده يا فندم 12 فدان، مساحه البيت الزراعي الواحد 12 فدان. هنا فندم ده العملاق بقى. ده العملاق. هنا فندم منطقه الخدمه دي بتخدم عدد مجموعتين بيوت زراعيه، كل مجموعه 4 بيت زراعي، مساحه البيت الواحد 3 فدان، فاربعه بيدينا المجموعه الواحده تدي 12 فدان. طب منطقه الخدمه اللي هي المركز المتحكم في البيوت الزراعيه، المفكر اللي بيتحكم في كل حاجه في الصوبات، سواء ري او تسميد او تهويه، كل ما هو موجود في الصوبات بنتحكم فيه من هنا من منطقه الخدمه. منطقه الخدمه زي ما احنا شايفين يا فندم بتنقسم لقسمين متماثلين، كل قسم بيتحكم في مجموعه، المجموعه اللي احنا قلنا 4 بيوت زراعيه. القسم ده فندم بيتكون من 3 خزانات مياه بسعه كل خزان 214 متر مكعب ميه، دي الخاصه بالري. طب شو هنسأل، المياه دي جوفيه ولا مياه محلاه ولا مياه معالجه؟ لا، دي مياه فندم من ترعه النصر، ترعه الحمام، مياه النيل فندم. مياه النيل. مياه النيل فندم. تمام. بالاضافه لخمس خزانات تسميد بنحط فيهم انواع السماد المختلفه، بيتحكم فيهم، ممكن نتحكم فيهم عن طريق لوحه التحكم الالي في الري والتسميد، ولوحه، وفي لوحه اخرى لوحه التحكم الالي في الطقس والمناخ. ده طبعا حسب نوع الزراعه اللي عندنا في طبعًا في البيت الزراعي. النوع النبات اللي موجود ده بحط له في البرنامج افضل مناخ يقدر يديني فيه انتاجيه عاليه. يعني مثلا انا هقول ان الصوبه دي مش عاوز درجه الحراره تزيد عن 28 درجه. انا عندي خارج منطقه الخدمه في لوحه محطه ارصاد متكامله. تمام. محطه الارصاد المتكامله دي بتديني درجة الحرارة، درجة الرطوبة، سرعة الريح، اتجاه الريح، نسبة الرطوبة، نسبة الإشعاع الشمسي، كل البيانات دي يا فندم بتجيني من وحدة الأرصاد الجوية اللي خارج الصوبة. وعندي حساسات داخل كل صوبة بتديني القرايات داخل الصوبة، يعني نسبة الرطوبة داخل الصوبة، درجة الحرارة داخل الصوبة وهكذا. فإذا احنا يا فندم بنتحكم في المناخ المناسب لنوع النبات المزروع داخل البيت الزراعي. طيب يا فندم، احنا استوردنا في الاول التكنولوجيا الاسبانيه وطورنا عليها، يعني استوردنا النو هاو بتاع التكنولوجيا دي كلها طورنا عليها في النهايه. عملنا ايه بقى؟ احنا يا فندم استوردنا 100 بيت زراعي، وبنفس التصميم بتاع البيوت الزراعيه دي صنعنا بمصري 100% 1000 بيت زراعي. 1000 بيت زراعي. 1000 بيت زراعي تم تصنيعهم، يعني وطننا التكنولوجيا. احنا بنقول وطننا التكنولوجيا يا فندم. طيب انت فاهم، هنا العقل بقى المدبر اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو ازاي بتتحكم في البيت الزراعي. هنا بدخل البرنامج المناسب للنبات اللي انا زرعه جوه البيت الزراعي. انا عندي يا فندم على الكمبيوتر بدخل درجات الحراره ونسبه الرطوبه ودرجه الاشعه اللي مطلوبه ومناسبه للنبات، عشان النبات ده يديني اكبر انتاجيه. فانا عندي هنا درجات الحراره داخل الصوبات الزراعيه وخارج الصوبات الزراعيه عن طريق وحده الارصاد، الداخل طبعا عن طريق الحساسات اللي داخل الصوب، دول المجموعه الاولى الاربع صوبات الاولى، واللي على الشاشه الثانيه الاربع صوبات المجموعه الثانيه. احنا عندنا مجموعتين، 4 و4، كل مجموعه على شاشه، كل الداتا اللي انا محتاجها موجوده عندي على الشاشه طبقا لاحتياجات النبات. ومن هنا فانا حضرتك بتتحكم في خروج ودخول الهواء، انخفاض درجات كل الحراره، كل حاجه، درجات الري، التسميد، نسبه التسميد قد ايه، نسبه الري قد ايه. انا هنا فندم بروي لمده 6 دقائق، ري بالتنقيط لمده 6 دقائق كل 3 ساعات. فنبات دي النبات الميه اللي بيحتاجها فقط، ومن هنا جاء التوفير بقى. ما عنديش صرف زراعي 6 دقائق فقط. ما عنديش صرف زراعي 6 دقائق تنقيط يا فندم. فما عنديش صرف زراعي، لان انا ما بديش النبات غير على قد احتياجه فقط، وكل ما يحتاج انا بديله كل ساعه ساعتين
طبقا للاستشاري، الدكتور الاستشاري بيقول لي البرنامج بتاعه انا بحطه.